ادخال وديمة الحجاز في البوابة المخصصة لها. اكتمال مشاهدينا الكرام، فتحت إذن البوابات الانطلاقية الشوط السابع. مشاهدينا الكرام، منافسة على هدية شركة توكيلات الجزيرة للسيارات، سيارة فورد فيوجن زاد مبلغ 60,000 ريال في انطلاقة هذا الشوط. 17 اسما متنافسة يتقدمها الآن في هذه اللحظات وهذه الأثناء تحديدا سلمة في المركز الأول الآن مع هذه الانطلاقة. والمتابعة مشاهدينا الكرام من بقية الأسماء المتنافسة في هذا الشوط، شوط الألف وستمائة متر رشادي في المركز الثاني، وأيضا المحاولات تأتي من بقية الأسماء للتقدم. إذن سلمة في المركز الأول الآن، إذن ابن غيهب، والمركز الثاني مع رشادي ابن إيرلي فلاير في المركز الثاني. وهذه المنافسة في محاولات للتقدم أيضا من غلقان في المركز الثالث من الخارج، والمحاولات تأتي كذلك من لطف الذي يتقدم من الخارج في محاولة للتقدم أكثر فأكثر، في محاولة لتسجيل الانتصار في هذا الشوط مشاهدينا الكرام. والانطلاقة كذلك من الخارج على ما يبدو، أشاهد المنافسة المثيرة. سلم في المركز الأول بقوة التقدم المميز، لطف يحاول أن يأتي، والمحاولات تأتي بكل قوة من اليم للمركز الأول الآن. اليم إذن للمركز الأول، اليم في منافسة مثيرة مع كذلك غرثوب، واليم غرثوب أم اليم، أعتقد المنافسة مثيرة.